بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو بتشاهد الغناء أول مرة أعمل اشتراك عشان يصلك كله جديد. في الحلقة السابقة ذكرنا لكم شعر الخليل أفندي فرح، وفي خمريات الخليل أفندي فرح كان بيشبه نفسه بأبو نواس والأعشى وابن الخيام، وهذا ينعكس على الأغنية السودانية بتجميل القصائد لا من أجل ترويج للخمر وترويج لملذات الخمر. وذكر الخمر في الأغنية السودانية قديم، وما ذكر الخمر إلا لتجميل القصيدة ووصف الشاعر بمحبوبته بأنها أسهبت عقله لا أكثر من ذلك. وغيل أن أعزب الشعر أكذبه، وفي الشعر حكمة، والحكمة يحتاج لها التفكير الإنساني وفيها علم. في هذه الحلقة سوف نبتدر بقصيدة للشيخ العارف بالله غريب الله، والقصيدة اسمها خمر المعاني، اللي هي بتقول في مطلعها: أزغني خمر شعشعة في الكأس لا تفارقني أيها الشماثي. نستمع لهذه القصيدة بصوت المنشد محمود إبراهيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسقني خمران شعشعات في الكأس لا تغادرني أيها الشماس. أسقني خمران شعشعات في أسقني صيرفان واسكر الجلاس كي بها عنا تذهب الأرجاس. أسقني خمران شعشعات في الكأس لا تغادرني أيها الشماس. عطفتان من قوم أيها السمان، بحرك الفياض يروي لي ظمآن. أسقني خمران شعشعات في الكأس، ونهلة من قوم تشوي الإخوان، تفنيهم حسان عن شهود الناس. الكلام ما يكون مشعب وما نفقد البوصلة بتاعت المحتوى وكده. إن أنا كنت أتحدث عن خضر حسن سعد اللي هو قلنا له قبل شوية حسن عطية أغنية يحيى الحب. يحيى الحب أنت شفتوا الكوبليه الأخير اللي بيقول فوقه حسن عطية ضرب الكاس يا حلاته. الحتة دي برضو بتوحي لك إنه كان في الشعر بتاعه وكده. قال لك ما قدر يقول شناكة لكن قال المقرن وذكر عود الأمير. بعدين أنا قلت لكم حسمعكم جزئية من القصيدة بتاعت يا مقرن النيلين سلام. نسمع الجزئية بتاعت يا مقرن النيلين سلام اللي هي: من أشيعة محياك شعشع الأقمار والشموس يا الشمس اللي زمن الأعمار يا سليم الزوم يا
طيب نحن عندنا فقرة في كل حلقة بنتحدث عن شخصية لها أثر في الأغنية السودانية، واليوم حنتحدث عن شخصية لها أثر كبير في المجتمع السوداني، ألا وهي شخصية عبيد عبد النور. عبيد عبد النور هو من مواليد 1896، وهو من قبيلة الرباطاب، وله صلة بأسرتي آل بدري وآل شبيكة، والأسرتين معروفات في المجتمع السوداني. تخرج عبيد عبد النور من كلية غردون التذكارية، عمل معلم. اهتم عبيد عبد النور في أول حياته بالأمثال الشعبية والحكايات السودانية، ثم برع في التمثيل والإخراج، وقد عمل على إحياء النشاط الطلابي في المسرح والجمعيات الأدبية في فترة عمله في المدارس الوسطى. بعد ذلك بعث إلى بيروت، حيث درس في الجامعة الأمريكية الأدب والتاريخ. رجع من بيروت وهو شديد الحماس للقضايا الوطنية والاهتمام بالحريات، فساء ذلك الإنجليز. مثل على مسرح نادي الخريجين بعض المسرحيات التي كتبها بالعامية، أبان فيها عورات المجتمع السوداني، فلم يوافق ذلك مزاج بعض الناس. شكى الناس من صراحة عبيد عبد النور وكشفه لعيوب المجتمع. في كلية غردون أوكل لتدريس التاريخ والتربية الوطنية والترجمة، وكان يستعان به في مكتب السكرتير الإداري، وهو من الأوائل الذين درسوا التاريخ الإسلامي والحضارة العربية في كلية غردون. أسس مدارس بيت الأمانة، توفى سنة 1963. له أغنية مشهورة بتقول يا مضفاير خود الرسم. أما الشاعر أبو صلاح لم يكن مكسر في ذكر الخمر في قصائده، لأنه وصف بأنه شاعر وصف حسي ووصف جمالي، وأيضا ذكر في أغنية من مناظر الحفلة الجميلة. لكن في قصيدة شقيقة البدري ذكر يا عناب ثنايا البكري، يا سغمي وشغايا وسكري 50، يا الفيتيهك أصحي وفكري، رجع قلبي واقبلي شكري. نستمع لهذه الجزوية من الفنان أحمد محمد الشيخ الجغريو. يا عناب ثنايا البكري، يا سغمي وشفايا وسكري 50، شقيقة البدري يلقيتيه كفحي أفكري، رجع قلبي واقبلي شكري، رجع قلبي واقبلي شكري، رجع قلبي واقبلي شكري، رجع قلبي واقبلي شكري. Thank you.
بعد ما استمعنا للقصة حقت المبارك إبراهيم مقدم برنامج حقيبة الفن، كشفنا للناس بعض ملامح حياته وكده. دعنا نرجع لقصتنا اللي هي كان بديناه مع خليل أفندي فرح. وزي ما قلنا إنه خليل تأثر في بدايته بالأحشة أبو نواس والخيام، وكانوا يعني يحبوا شعر الأقدمين وكده زي ما ذكر أستاذنا علي المك وكده. فكان برضو بيتحدث عن ذكر الخمر إيحاء، مثلا في أغنية تم دور الدور قال يا حسن اتذكر طيب ليلتنا ديك الصباح السكر، المدام ما معكر لا من ديك نصاح فوق رؤوسنا يتحكر. ده فوق التلميح. أيضا دارفوز ده كان يعني بيهدف إلى الغرض السياسي، يعني اجتماع الناس كانوا في دارفوز كان غرضه سياسي أكتر، ورغم إنه قلنا لكم قبيك اتخذ سمة الندوة والجمعية الأدبية والقعدات. بعد ذاك حنعرج لشعر أبو صلاح. أبو صلاح ذكر الخمر في عدة قصائد، ومنها يعني مثلا من قصيدة من قليب الجافي بيقول الغصون تتناول منه خمر الحان، دي واحدة. وبعدين عنده في القصيدة الثانية بتقول هواك وهواي بيجار بقول سكرت تهت دون خمرة. طيب هنجي في الحلقات الجاية نشوف باقي شعراء الحقيبة وكذا. إن شاء الله المحتوى يعجبكم يا أخواننا، وأي تعليق وأي يعني نتمنى منكم إنه تعملوا لنا لايكات وكذا. وبالمناسبة نحن أي محتوى حنذكر فوق شخصيات، وشخصيات مهمة جدا لها أثر في تاريخ الأغنية السودانية. في الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزار أزرق. عمر البنا وعلي الشاقي هم كانوا ياخذوا اغاني ابو صلاح، نعم، ويتغنوا في الحفلات. بعدين ابو صلاح لما سمع اشاعات فني انا وصوتي وتوقيعي ورغبه الناس فيها قال لي تغني بغناي، اخذت منه اغاني كثيره وحفظتها وتغنيت بها. بعدين بقى سرور لما يجي ناس عمر البنا في حفلة العريس يقول لهم بالله أنا عايزكم خلوا سرور يغني شوية، يقوم يقول لكن يقوم زعلانين يعني ما رجعانين، نعم، لكن الخطيئة العريس جبرهم عشان يقوم يقول سرور يغني. بعدين حصلت حزازات بين سرور وبين ناس عمر البنا دي في نفس الطريقة دي، كل مرة جبت تويره من حفلة. بعدين كلموا صاحبي قالوا له تكتب لنا غنى بتاع هجا عشان نهجيه السرور ده. بعدين فعلا أبو صلاح كتب لهم 3-4 قصايد هجا يهجيه السرور ده ومعشوقته اللي كان بيعشقها. بعدين ناداني أنا قال لي اسمع هاك القصايد دي له تغنائهم في الحفلات، لما شفت اللي جيت غنى هجا قلت له لا أنا جماعة بتغنى بغنى ما بتغنى بغنى مش أدبي، أنا فني والله أنا فني أدبي وطريقتي ما بترضى إني أتغنى بغنى في الحفلات بكلام زي ده. قال لي إذا كان بتغني من تاني غنى إذا ما تتغنى وكله قلت له هاي طرفي منه خليته
من تاريخ الوقت ذاك درست مره واحده يعني كلام وصلك وتحافظه بقيت ما بتغنى بقيت اخذ من الجماعه دي اخذ من الناس خليل واخذ من الناس عبد الردي واخذ من الناس ابراهيم العبادي واخذ من عبيد عبد الرحمن هنا نسعدها نايده بمصطفى بطران ونعود لحديثنا عن الخمر في أغنية الحقيبة حيث لعبد الرحمن الريح بعض الكلمات التي ذكر فيها الخمر زي أغنية ما رأيت في الكون يا حبيبي أجمل منك في الشطرة اللي بتقول خالي عقلك وقلبك فاضي فكرك وهمك المدام المسكر والعسل من فمك أما الشاعر أحمد حسين العمري في خمرة هواك يا مي صافية وجلية وهنا جاء شعر محمد عبد الله الأمي حيث قال شعاع الشمس من نورك زهور الروض وجناتك سكرت وتهت دون خمر وكانت أسبابي وجناتك شعاع الشمس من نورك زهور الروض وجناتك سكرت وتهت دون خمر لجلاتك هواك وهوايا غيار حلاتك 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 يوم راك غافل قمر صبع اسمي جلاتك أشوفك زي بدور كامل وبيك تنور ذو جلاتك هواك وهوايا لكن كان المجتمع السوداني ينبز الخمر وشاربها حيث يوصف الرجل الفاضل الذي لا يعقر الخمر فهي من الكبائر والرزائل وحينما يغني المغني من الشكر والمدح يذكر أن الرجل الذي لا يعقر الخمر هو عند الناس فاضل اليوم سوف نختم هذه الحلقة بأغنية شعبية اللي هي بتقول الليلة هو يا ليل من الأستاذ الكبير بادي محمد الطيب وفيها شكر للرجل الفاضل الذي لا يعقر الخمر في الحلقة القادمة سوف نختم حديثنا عن الخمر في الأغنية السودانية وسوف نتجول في رواد المدرسة الوترية الأولى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.